شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الصناعة البيلاروسي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات الوزارة والشركات البيلاروسية، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة. وخلال اللقاء أكد الجانبان أن هذا التعاون المشترك يمكن من الانفتاح على أسواق أفريقية وعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية.